مين هو أبرز لاعب أنت فخور إنك ضميته لريال مدريد؟ أنا أعتقد كان كريستيانو رونالدو كما قلت سابقا، وكان نافارو وبيبي وفان ليستروي وروبن وإيغواين، أعتقد كثير الكثير منهم حسب ما أتذكر لقد ساعدوا على تطور أداء ريال مدريد، وبالتالي حصلنا على فريق هام جدا وقد حصل على عدد من الألقاب. ولكن أعتقد وكمان كان أيضا مميز في نتائجه وإحراز الأهداف، فكان التعاقد مع هؤلاء اللعيبة كان من المهم جدا لأي رئيس أن يضمه. أنا كنت في ريال مدريد في هذا الوقت في ريال مدريد، ولم أكن لأضيع هذه الفرصة في التعاقد حتى أضمهم إلى الفريق. طيب لو سألتك على لاعب أو اتنين كنت بتحاول تضمهم لريال مدريد في وقت من الأوقات ولم تنجح في ذلك؟ أعتقد بأن نحن لقد لدينا الفرصة للتعاقد مع لاعبين مهمين جدا في الحقيقة، فبسبب أو آخر لم ننجح في بعضهم. أنا أعتقد بأننا من المهم أن نذكر من استطعنا أن نتعاقد معهم، ولكن فعلا كان هناك من الكثير من اللعيبة، لا يعني أخفى عليكم الأمر، مثل نيستا وتشافي كانوا لعيبة من الفريق المنافس وكانوا يعجبوني جيدا، وبالتالي كنت أتمنى أن أراهم في ريال مدريد لأنهم كانوا ذو قيمة عالية جدا وكانوا مؤثرين جدا وكانوا يكونوا عنصر مؤثر جدا في فريقهم أو الفريق المنافس، وبالتالي أنا أعتقد هكذا فشلنا مع هؤلاء، ولكن هذا هو الحال.